بصورة طيبة. طبعا لانه السودان ذاخر بكثير جدا صحيح. من الاماكن والمناطق اللي بتنفع انها تكون سياحيه بامتياز. تعتبر الطبيعه في كثير من المناطق هي بكر، والطبيعه دي هي بتلهم الفنانين وتحديدا الشعراء والموسيقيين والملحنين صحيح. والمغنيين انه يكتبوا في يعني في هذه الطبيعه ويبدعوا ايما ابداع. حنتابع واحده من الاغنيات، وخلونا اسمحوا لي ان نحيي زميلنا ضياء الدين عبد الرحمن الذي كتب هذه الكلمات، أغنية زاد نيل، واحدة من الأغنيات اللي دائما ما نستمتع بها في صباح الشروق. أقوى زايدة وحب كبير، خطوة منك نحو وطنا، خطوة للزمن النضير، زرع أخضر وشوق نبيل، شوق نبيل. اهلا وسهلا يا احمد. جميل انه نهتم باغنيات بسيطه بالشكل ملامح السودان الجميل، انه تكون في قالب كذا ظريف كذا ممكن يتسوق بصوره لذيذه كذا طبعا بالنسبه للعالم، تعبر عن السودان، عن بيئته، عن انسانه، صحيح، وعن جزء بسيط من الحضاره السودانيه الكبيره الضاربه في القدم. عموما نحن سنتواصل بالتاكيد مع كل مشاهدينا الكرام، لكن نقف لفاصل قصير، من بعده نعود.